الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتي المرحلة الثانية في قسم الفيزياء، إن شاء الله اليوم راح نبدأ المحاضرة الأولى في الميكانيك التحليلي. المحاضرة طبعا بعنوان البكترز أو ما يسمى بالمتجهات. أعتقد العنوان معروف عندكم وأنتم ماخذين جزء من عنده في المرحلة الأولى ومتعاملين مع المتجهات، لكن ماكو ضاير انه نعيد بعض المصطلحات الاساسية وبعض المفاهيم حتى ندخل بعض المسائل في الميكانيك التحليلي، لان هذا الموضوع كلش مهم وهو الموضوع الفكترز. طبعا من المعروف انه الكميات في الفيزياء تنقسم الى نوعين، هي كميات عددية وكميات اتجاهية. والكميات العددية هي الكميات التي توصف بوصف كامل بذكر فقط قيمة الكمية مع وحدة القياس، مثلا الكتلة ممكن انه نذكرها ذكر كامل بذكر الكمية، مثلا نقول كتلة اي جسم هي عبارة عن 5 وهي الكمية، ثم وحدة القياس هي كيلوغرام او الغرام، بدون ذكر الاتجاه، لان هنا ما راح نحتاج ان نذكر الاتجاه. اما الكميات الاخرى في الفيزياء وهي الكميات المهمة جدا في كل فروع الفيزياء طبعا، هي المتجهات. والمتجهات لا يمكن أن توصف وصف كامل بذكر فقط الكمية مع وحدة القياس، بل يجب أن نذكر معها الاتجاه أيضا، مثل السرعة. يعني ما ممكن أنه أنا أذكر السرعة أن أقول سرعة جسم 2 كيلومتر بالساعة بدون ذكر الاتجاه، يجب تحديد الاتجاه بهذا مثل هذه الكميات. طبعا انتم المتجهات اخذتوها قبل واخذتوا تعريف المتجه. المتجه هو عبارة عن سهم، نقطة البداية مالته تعتبر نقطة بداية تأثير المتجه، والنهاية تمثل نهاية المتجه. طول المتجه يمثل او يتناسب طرديا مع مقدار المتجه اللي انت تريد تمثله. فمثلا لو اردنا لو نريد تمثيل مثلا قوة معينة، طبعا القوة الفورسز تعتبر هي متجهات، فلازم احنا الفورس اذا نذكرها لازم نحط عليها علامة المتجه. مثلا عندنا قوة 2 نيوتن وقوة اخرى مثلا 5 نيوتن. هذه القوة اذا اريد امثلها بمتجهات يجب ان تتناسب، طول المتجه يتناسب مع كمية أو القوة مع مقدار القوة. فمثلا 2 نيوتن راح أمثلها بهذا المتجه، هذه القوة 2 نيوتن. القوة 5 نيوتن لازم أرسمها بشكل أكبر، هذه القوة تساوي لنا 5 نيوتن، لأن بالفيزياء طول المتجه يتناسب مع قيمة المتجه. انتم عادة تاخذون المتجهات بشكل بسيط جدا، تحطوها بال 3 dimension او بال 2 dimension وتمثلوها بسهم، ومثل ما قلنا سابقا التمثيل الاهم هو التمثيل عن طريق مركبات المتجه. يعني احنا نعرف انه المتجه بال 3 dimension هو عبارة عن مركبات بالاكس وبالواي وبالزد، فكل متجه ممكن أن يتحلل إلى 3 مركبات. إذا أخذناها بشكل بسيط، يعني مثلا عندنا إحنا المتجه الاعتيادي اللي هو بالتو دايمنشن، إذا كان عندنا X Y وعندي متجه بالتو دايمنشن، هذا المتجه خلنا نسميه متجه A. هذا المتجه A بما أنه يقع في المستوى X و Y، فإذا هو إلى مركبة على X تسمى بال AX، ومركبة على الواي تسمى بالاي واي. اذا كانت بالثري دايمنشن فإلا ايضا مركبة على الزد تسمى بالاي زد. فاذا ممكن انه انا امثل المتجه بدلالة المركبات الاساسية مالته اللي هي الاي اكس والاي واي، اي واي والاي زد. بس راح نعرف شلون راح نمثلها بمتجه بدلالة الوحدات المتجه الـ i والـ j والـ k.
اوكي. فاذا هنا احنا راح نمثل المتجه طبعا بهذا بالميكانيك التحليلي، نمثل المتجه بدلاله المركبات الاساسيه مالته بال3 دايمنشن. واذا كان ال3 دايمنشن او الاحداثيات اللي بدنا ناخذها هي احداثيات كارتيزيه، فراح يكون تمثيل المتجه بدلاله الاي اكس والاي واي والاي زد. هنا طبعا راح نعيد بعض الخصائص الاساسيه للمتجهات. الخاصيه الاولى هي تساوي متجهين. متى نقول ان المتجه A يساوي المتجه B؟ اذا ذكرنا ان المتجه A يساوي المتجه B، فهذا شرط يدفعنا الى شرط من الشروط، وهو انه يجب ان تتساوي المركبات الاساسيه للمتجهات. يعني المتجه A هو عبارة عن ثلاث مركبات اللي هي AX مثلا AY AZ، والمتجه B هو عبارة أيضا عن ثلاث مركبات BX BY BZ. حتى يكون المتجه A يساوي المتجه B، يجب أن تكون مركبة الـ AX تساوي الـ BX، ومركبة الـ AY تساوي لنا الـ BY، ومركبة الـ AZ تساوي لنا الـ BZ. هذه الحالة فقط نقدر نقول إنه المتجهين متساويين، أوكي؟ وهذا الشكل طبعاً يوضح لكم تساوي متجهين اللي هو متجه الـ A ومتجه الـ B. لاحظوا إنه هنا الموضوع نقطة الانطلاق مو شرط بالتساوي، يعني هذا نقطة الانطلاق مالته تختلف عن الـ A، نقطة اختلافة تنطلق تختلف العفو عن نقطة انطلاق المتجه B. لكن المركبات إذا لاحظتوا إذا أخذناها بالـ 2 dimension، فالـ AX هي نفسها الـ PX كقيمة، والـ AY أيضا نفسها كـ PY. إذا هنا نقدر نقول المتجهين متساويين بسبب التساوي مركباتهم الأساسية، على الرغم من اختلاف نقطة انطلاقهم، فنقطة الانطلاق ما تأثر. إذا جينا على جمع المتجهات، طبعا جمع المتجهات هنا أنتم ماخذينها بشكل عام، بس حتى نفصل لكم شوية. المتجهات أنتم ماخذينها بشكل عام أنه هي تجمع بطريقتين، يا أما طريقة التحليل المتجه وإيجاد المتجه المحصل، أو عن طريق الرسم. عن طريق الرسم مثلا إذا أنا عندي متجهين، متجه الأول مثلا خلنا ناخذ فورس يساوي 3 نيوتن مثلا شرقا، وبعدين مثلا عندي قوة أخرى هاي خلنا نسميها F1 F2 مثلا 2 نيوتن بزاوية مثلا 30 درجة، نقدر نقول عنها شرق الشمال، أو العفو شمال الشرق. فكيف أجد F1 زائد F2؟ أكو طريقتين لإيجادهم. أولا الطريقة الأولى هي طريقة رسم المتجهين. فمثلا أنا راح أرسم المتجه الأول، هذه الإحداثيات الأساسية مالتي اللي هي الأكس والواي، أو نقدر نقول هنا شمال جنوب شرق غرب. فالمتجه الأول هو 3 نيوتن شرقا، فأقدر أمثلها ثلاث وحدات هذا المتجه الأول أو القوة الأولى، والمتجه الثاني 2 نيوتن شمال الشرق بزاوية 30 درجة شمال الشرق بهذا الجزء. خلينا نقول هذه الـ F2 اللي هي هاي 30 درجة. أوكي، شلون أجد العفو السماشن مالتها أو المجموع مالتهم؟ بما أنه هذا إلى مركبة الـ F1 إلى مركبة واحدة، وهي على المركبة على الـ X axis اللي هي X plus، ما إلى مركبة على الـ Y. لكن الـ F2 يميل بزاوية مع الأفق، فلازم تتحلل هذه إلى مركبتين، فراح يصير الشكل عندي الجديد راح يصير عندي بهالشكل. هذا هاي المركبات الأساسية، هاي راح تكون هنا الـ F1 والـ F2 راح تتحلل الى مركبتين، مركبة اولى على الاكس اللي هي شو تساوي لنا، تساوي لنا F2 كوساين 30، ومركبة على الواي اوكي
اللي هي تساوي لنا طبعا F2Y اللي هي راح تساوي لنا F ساين 30. ماشي. حاليا ذولا بما انه ذول المتجهين باتجاه واحد لازم ينجمعون، فهذه المركبة ايش راح تصير؟ راح يصير عندي شكل جديد، راح يصير عندي متجه واحد وهو عبارة عن ال F1 زائد F2 كوساين 30، وهذه مركبة ما إلها أي يعني ما وياها إنه متجه، فما نقدر نجمعها، تبقى هي نفسها F ساين 30. بهيج حالة يعني أنا راح أجد محصلة المتجهين بالقانون فيثاغورس، فهذه إذا سميتها F فهذه ال F راح تساوي لنا، راح تساوي تحت الجذر هذا تربيع اللي هو F1 زائد F2 كوساين 30 تربيع زائد المتجه الثاني وهو F ساين 30 كل تربيع. هذه طريقة تسمى طريقة إيجاد محصلة المتجه. أوكي. طبعا هذه محصلة المتجه يعني المتجهات كلها تأثر بجسم واحد. أوكي. أكو طريقة أخرى لجمع المتجهات وهي طريقة الرسم. فإحنا عندنا قلنا متجهين F1 و F2 اللي هي احنا قلنا 3 نيوتن وهنا 2 نيوتن. الطريقة الثانية هي انه انا ارسم المتجه الاول اللي هو قلنا عبارة عن 3 نيوتن شرقا، ومن نهاية المتجه الاول ارسم المتجه الثاني اللي هو قلنا عليه شمال الشرق يميل بزاوية 30 درجة. ارسم بالاخير بعد انه اكمل هذا ال F1 وال F2 ارسمهن، ارسم متجه من بداية المتجه الأول إلى نهاية المتجه الأخير. أوكي. طول هذا المتجه يمثل مقدار القوة المحصلة، واتجاهها مع الأفق يمثل اتجاه القوة المحصلة. فإذا هنا حسب هذه الفكرة أقدر أقول إنه ال F شو تساوي لنا؟ تساوي لنا F1 زائد F. هذا عن طريق الرسم. فبنفس الحالة بالنسبة أنتو لكم هنا أيضا عندي هنا طريقتين لإيجاد summation أو adding vectors أو إضافة المتجهات. الطريقة الأولى هي عن طريق إضافة مركبات المتجه. فمثلا إذا أردت أجمع عن متجهين أي زائد بي، فلازم أنا أفصل كل مركبة مع كل مركبة المركبات الأي مع مركبات البي، فأجمع الأي إكس مع البي إكس والأي واي مع البي واي والأي زد مع البي زد. طبعا هذا يقودنا إلى الطرح. الطرح هو عبارة عن طرح المركبات أي إكس ناقصا بي إكس، أي واي ناقصا بي واي، وأي زد ناقصا بي زد. أوكي. فإذا عند جمع وطرح المتجهات احنا نجمع مركبات او نطرح مركبات المتجه مع بعض. عملية الضرب هي اما عملية الضرب ضرب المتجهات، يا اما تكون عملية ضرب المتجه بكمية عددية مثلا السي، وهذا ما يأثر. يعني انا اذا ضربت متجه بكمية عددية مثلا في رقم 3A، فهذا الرقم راح يدخل على مركبات المتجه. مثلا اذا كان عندي ال A يساوي ان المتجه مثلا ال AX مالته 3، ال AY مثلا 2، وال AZ مثلا 4. اذا انا ضربت هذا الرقم في 2 يعني او المتجه هذا ضربته في 2، فراح ينطيني 6 على اعتبار انه هذا الرقم راح يدخل على مركبات ال AX وال AY وال AZ 6 4 8. فإذا ضرب المتجه بقيمة عددية هو عبارة عن ضرب المركبات المتجه بهذه القيمة العددية. طبعا أكو ما يسمى بالمتجه الصفري
المتجه الصفري هو مثل الصفر بالأعداد الطبيعية أو الأعداد الاعتيادية. أوكي، فالمتجه الصفري هو عبارة عن متجه مركباته لـ AX ولـ AY والـ AZ هي عبارة عن صفر. أوكي، قيمة المتجه، وهذا طبعا موضوع مهم، كيفية إيجاد قيمة المتجه. مثلا لو كانت عندي أني سرعة قوة باتجاه معين، مثلا هذه اللي بالشكل، طبعا هذا المتجه هو عبارة عن متجه بال 3 دايمنشن بال X وبال Y وبال Z. كيف أجد قيمته بغض النظر عن اتجاهه؟ يعني أنا مثلا أريد أجد قوة، أريد أجد قيمة القوة، إيش قد مثل 3 نيوتن، 4 نيوتن، 10 نيوتن، بدون النظر إلى اتجاهها. فقيمة المتجه حسب يعني قاعدة فيثاغورس، قيمة المتجه تمثل القيمة المطلقة للمتجه، وتساوينا مربع مركبة الإكس زائد مربع مركبة الواي زائد مربع مركبة الزت، الكل تحت الجذر. وهذا طبعا هي نظرية فيثاغورس لكن بال 3 دايمنشن. يعني لو كان عندك انت متجه بال 2 دايمنشن، هذا المتجه بال 2 دايمنشن، فشلون اجد قيمته؟ اجد قيمته عن طريق نظرية فيثاغورس. القيمة مالته هي مربع الوتر اللي هي تسمى بالقيمة او المطلق، مطلق الاي. فاذا كان مربع الوتر نريد نحسبه، فهو عبارة عن الـ AX والـ AY الكل تربيع تحت الجذر. يعني أنا هنا حسب نظرية فيثاغورس اللي هي الـ A تربيع تساوي لنا AX تربيع زائد AY تربيع. فشون أجد قيمة الـ A؟ أقول تحت الجذر AX تربيع زائد AY تربيع، لكن هاي بـ 2 dimension، وهذه المعادلة هي اللي بـ 3 dimension، يعني فقط ضايفين لها الـ AZ تربيع. أوكي، الموضوع الأهم بالفكتورز هو كيفية إيجاد اليونت كوردينيت فكتورز، أو ما يسمى بوحدات المتجه. وحدات المتجه هي عبارة عن متجه بقيمة واحد أو ماجنتيود واحد. يعني إذا أخذت الأحداثيات الأساسية اللي هي الاكس والواي والزد، هاي يسموها الاحداثيات الكارتيزية. الاحداثيات الكارتيزية اقدر امثل بيها المتجهات، لكن ما معنى اليونت فيكتورز؟ يونت فيكتورز او وحدات المتجه بالنسبة للاحداثيات الكارتيزية، اليونت فيكتورز هو عبارة عن متجه قيمته واحد. اوكي، مثلا هسه انا الاف تساوي لنا مثلا 3 نيوتن مثلا شرقا، شلون اجد اليونت مالته؟ يعني اليونت مالته هو عبارة عن 1 نيوتن. اوكي، فهنا اذا انا اريد اجد وحدات المتجه بالنسبة للاكس والواي والزد، فاجد فقط قيمة متجه او متجه بقيمة واحد فقط. مثلا على الاكس اذا هذا الترتيب مالت هذا 1 2، فانا اقدر ارسم هنا متجه بحيث قيمته العددية تكون 1. اوكي، هذا المتجه يسمى بوحدة المتجه الاكس، وحدة متجه الاكس الاحداثي اكس يسموها بالاي اكس. اذا الاي اكس هي عبارة عن متجه قيمته 1. طيب على الواي ايضا اقدر اجد متجه على الواي قيمته ايضا 1 ويسمى بالاي واي، ايضا قيمته جد 1. وكذلك على الزد اقدر اجد متجه قيمته 1 ويسمى بالاي زد. هذه يسموها وحدات المتجه، يونت فيكتورز. طبعا هذه اليونت فيكتورز مهمة جدا، لكن هذه اليونت فيكتورز هي بالاحداثيات الكارتيزية. عادة احنا نسميها الاي اكس نسمى بالاي، ونحط عليها هذا العلامة أو ما يسمى بالهات أو القبعة، والجي على الواي يسمى بالجي، وعلى الزت يسمى
العفو بالكي. اوكي هات. فمثلا انا لو اريد اجد متجه بال 3 دايمنشن اذا سميته هذا A، فهذا ال A لازم يساوينا AX وين؟ بالاتجاه I زائدا A العفو زائدا AY بالاتجاه J زائدا AZ بالاتجاه K. يعني أنا كتبت المتجه بدلالة المركبات مادة الأساسية بـ 3 Dimension وبدلالة المتجهات اليونت فيكتورز أو وحدات المتجه اللي أني بالكوردينيت اللي أنا أرسمها حاليا. أنا دا أرسم بالكارتيزين كوردينيت أو الإحداثيات الكارتيزية اللي هي الإكس والواي والزت. هذه إذا تسمى بوحدات المتجه. إذا تعريف وحدة المتجه بشكل أساسي هي تسمى عفوا المتجه بشكل وحدات المتجه هي عبارة عن متجه لكن قيمته واحد. أوكي. فإذا هنا بشكل مفصل أكثر الـ EX أو وحدة المتجه بالاتجاه X هو عبارة عن متجه قيمته بالX واحد وبقية الإحداثيات زيرو. أما المتجه Y أو وحدة المتجه Y هو عبارة عن متجه قيمته الفعلية في الـ Y axis تساوي لنا واحد وبقية المتجهات تساوي لنا صفر، وهكذا بالنسبة للـ Z. أوكي. وهذه هنا أنا مفصلت لكم بالشكل بالرسم هذا. طبعا هذه هنا أنا بس على يعني نتأكد معدها أو نعيد لكم إياها. هذا متجه قيمته شقد؟ واحد. وهذا أيضا متجه قيمته واحد، وهذا متجه أيضا قيمته واحد. هذا تسمى باليونت كوردينيت فيكتورز، وأنتم أعتقد كلكم ماخذيها هذه دارسيها سابقا. ناخذ أمثلة بسيطة. Find the sum and the magnitude of the sum of the two vectors. عندنا هنا متجهين، المتجه الأول هو عبارة عن متجه اسمه A ومركباته هي على الـ X1 وعلى الـ Y0 وعلى الـ Z2، والـ P 0 على الـ X وواحد على الـ Y وواحد على الـ Z. هنا نريد نجد المجموع مالتهم الصم. فهنا الـ A زائدا B، طبعا لازم نجمع المركبات مالتهم، لازم نجمع مركبة الـ X مع مركبة الـ X، راح تساوي لنا واحد زائد صفر، والثاني 2 زائد صفر أو العفو صفر زائد واحد، والثالث عندنا 2 زائد واحد. فراح يصير عندي الأي زائد بي هو عبارة عن متجه مركبات الأساسية هي واحد واحد ثلاثة. أوكي. إذا أردت أجد الماجنيتيود مالت الـ A زائد B، فإذا لازم أجد مطلق A زائد B، والمطلق A زائد B راح يساوي تحت الجذر واحد تربيع زائد واحد تربيع زائد ثلاثة تربيع، ويساوي لنا 11 تحت الجذر. أوكي. هذه 11 تحت الجذر. الإكزامبل الثاني. For the above two vectors express the difference in IJK forms. هنا أنا بالنسبة المثال الثاني يقول بالنسبة للمتجهات أعلاه اللي هي نفس المتجهات A و B أريد أجد الطرح، لكن أريد أجده بوحدات المتجه اللي هي IJK. هنا أنا طبعا يعني موضوع كلش سهل، فمجرد أنه أنا أطرح المركبات، العفو ساعتها نفصلها، كان عندي المتجه A خلنا نفرضه بأي شكل آخر، عندنا واحد صفر اثنين، والمتجه B عندنا صفر واحد واحد. فكيف أجد الطرح مالتهم؟ الطرح مالتهم راح يكون عبارة عن طرح المركبات
واحد ناقصا صفر فارزة، صفر ناقصا واحد، واثنين ناقصا واحد واحد. هنا أنا راح يصير عندي أي ناقصا بي هو عبارة عن واحد فارزة سالب واحد، لأن هذا هنا أنا صفر ناقصا واحد فارزة، عفوا ناقصا واحد فارزة واحد. كيف أجد التعبير عن هذا المتجه بدلالة الـ i j k a؟ هنا طبعا احنا الواحد هو عبارة عن قيمة الـ ax بالاتجاه x، فأنا أقدر أنطي اتجاه، شو أقول؟ أقول أي ناقصا b هي عبارة عن واحد على متجه i وسالب واحد على المتجه j، واحد أيضا على المتجه k. وهذا الواحد طبعا مو حاجة نذكرها، إذا نقدر نقول إحنا هو عبارة عن المتجه هذا عبارة عن i ناقصا j زائد k، يعني عبارة عن متجه قيمته على المحاور الأساسية كلها واحد. وهنا هذا المثال طبعا أيضا مثال سهل جدا، مثال رقم 3. يقول عندي تو هليكوبترز، يعني طائرات اثنين. الطائرة الأولى انطلقت من ارتفاع 500 متر، أو العفو 100 متر، وتحركت نحو الشرق 500 متر، وبعدين نحو الشمال 1000 متر. فهذا ينطيني هنا الإحداثيات لثلاثة للهليكوبتر الأولى. يعني مثلا أقدر أقول الهليكوبتر الأولى خلنا نسميها الـ A، اللي عندها الـ AX هي 100، والـ AY 500، والـ AZ 1000. أوكي، هاي طبعا إزاحات، والإزاحات أيضا تمثل بمتجهات. الهليكوبتر الثانية انطلقت من ارتفاع 200 متر، يعني إذا سميتها P فراح تصير هذه 200، وبعدين أيضا ويست نحو الغرب. فما دام الأولى مثلتها ب500 نحو الشرق، فنحو الغرب راح أمثلها لازم بسالب، فتصير سالب 100، ونحو الشمال أو نحو الأعلى 500. هنا احنا نريد نجد الاي ناقصا بي. فهنا انا مجرد انه انا اطرح اريد اجد المسافة بين التو هليكوبترز، فشون اجد المسافة بين التو هليكوبترز؟ لازم اطرح المتجه اي او متجه الهليكوبتر الاول ناقص المتجه الهليكوبتر الثاني. فالطرح راح يكون عن طريق طرح المركبات اللي هي 100 ناقصا 200 اوكي، و500 ناقصا ناقصا 100 راح يصير 500 زائد 100، و1000 ناقصا 500. اوكي، بعد ان اجد الفرق لازم اجد الماجنتيود مالت الفرق، اللي هو عبارة عن مربع، يعني هذه مربع القيمة ال اي اكس على الاكس اللي هي 100 ناقصا 200 100، فصير 100 تربيع زائد 600 تربيع زائد 500 تربيع، فيكون المسافة بين الطائرتين هي عبارة عن 778.4 متر. أعتقد هذه المواضيع يعني أنتم أخذيها سابقا، وأعتقد أمثلة كلش سهلة. عندنا ضرب المتجهات، وهو موضوع مهم بالمتجهات. عندنا نوعين من الضرب، الضرب العددي أو ما يسمى بسكيلر برودكت اللي هو الـ A dot B، وعندنا الضرب الاتجاهي. بالضرب العددي الـ A dot B، احنا بالفيزياء طبعا كل متجه يتجه بزاوية مع الأفق يتحلل إلى مركبتين، قلنا مركبة أفقية ومركبة عمودية. فإذا تلاحظون هنا، إذا عندي هذا المتجه A والمتجه B، لو فرضنا أن الإحداثيات الأساسية يعني هذه تكون مائلة بزاوية، طبعا ما عليه شيء، يعني هنا مثلا هذا الـ X وهذا الـ Y، فنلاحظ أنه المتجه A يميل بزاوية ثيتا مع الأفق أو مع المتجه B.
عملية الضرب النقطي أو الضرب العددي اللي هي A دوت B، هي عملية ضرب متجهين لكن الناتج يكون قيمة عددية، لذلك يسمى الضرب العددي. طيب شلون نجد هذه القيمة؟ احنا في الفيزياء مرات نحتاج انه نجد مركبة المتجه مع اذا عندنا يعني متجهين، العفو، فرضا لو كان عندي متجهين، المتجه الاول مثلا هذا A والمتجه الثاني مثلا P، هذا المتجه ال P يصنع زاوية مع المتجه A مقدارها ثيتا. بالفيزياء مرات انا احتاج اجد مركبة ال P مع ال A، كيف اجدها؟ اجدها عن طريق ال P كوساين ثيتا. يعني مثلا هسه هذه هنا، هذا المتجه اذا سقطت على ال A فهذا المتجه يتحلل الى مركبتين، المركبة الاولى اللي هي هذه تسمى P كوساين الثيتا، والمركبة الثانية P ساين الثيتا. فمرات أنا أحتاج أجد حاصل ضرب النقطي للمتجهين. حاصل ضرب النقطي للمتجهين هو عبارة عن الـ A دوت P، والـ A دوت P يعني أنا إذا أضرب المتجه A مع المركبة الخاصة بالـ P اللي هي مع المتجه A. وين المركبة اللي مع المتجه A؟ هي ال P كوساين ثيتا. اوكي، فايش راح يصير عند ال A دوت B؟ هو عبارة عن ال A، قيمة ال A مضروب في قيمة المتجه B مضروب في كوساين الزاوية بيناتهم. وهذا طبعا مثال دائما مهم احنا ناخذه بالشغل. يعني فرضا لو كان عندي صندوق موضوع على سطح أفقي، وهذا الصندوق أنا حاولت أدفعه أو أحركه نحو اليمين، فمثلا لو أخذت قوة بهالشكل، هذا القوة والمتجهة نحو الشرق، القوة هنا ما تصنع زاوية، يعني كل القوة هذه هي عبارة عن مركبة واحدة وهي باتجاه الأكس أكسس، ما تصنع زاوية مع الأفق. فهذا الصندوق راح يتحرك مسافة أو إزاحة، مثلا خلينا نقول مقدارها الإزاحة خلينا نقول X. الشغل ايش راح يساوينا؟ يساوينا القوة في الإزاحة. اوكي، لكن في بعض الأحيان مثلا أني راح أسحب هذا الصندوق بقوة F، هذه القوة بما أنه تصنع زاوية مع الأفق إذن هي تتحلل إلى مركبتين اللي هي الأف كوساين الثيتا وأف ساين الثيتا. بما أن الصندوق ما رفع إلى الأعلى، فإذن المركبة مالت القوة اللي نحو الأعلى ما تصنع شغل. أوكي، بما أنه بس أحب بعيدها، بما أنه الصندوق تحرك فقط نحو اليمين ما عنده مركبة تصعد نحو الأعلى، فإذا مركبة القوة الساين اللي هي بالاتجاه واي أكسس ما تصنع لي شغل، فقط مركبة الأكس هي اللي تصنع لي شغل. فمن أجي أحسب الشغل هنا لازم أذكر، أني أذكر مركبة القوة اللي على الواي، على الأكس العفو، لأن اللي على الواي تساوي لنا صفر، فإذا الشغل على المحور واي يساوي لنا صفر، لان ماكو الصندوق ما تاثر بحركه نحو الاعلى او نحو الاسفل، فقط الصندوق تحرك وين؟ نحو اليمين. فدائما احنا بهيج حاله نقول الشغل هو عباره عن الشغل هو عباره عن القوه في الازاحه، القوه عباره عن متجه والازاحه ايضا متجه، لكن الضرب في ما بيناتهم يجب ان يكون ضرب نقطي، لان انا احتاج فقط القوة او مركبة القوة اللي هي باتجاه الازاحة، ما احتاج مركبات القوة اللي بعكس اتجاه الازاحة او باتجاه ثاني، احتاج فقط مركبة القوة اللي هي باتجاه الازاحة. فاذا تلاحظون هنا أن الازاحة نحو اليمين، فانا احتاج فقط المركبة اللي مع الازاحة اللي هي او اللي هي سببت لي الازاحة.
أوكي. فهذا ما يسمى ضرب النقط. الضرب، إذن ضرب النقط هو عبارة عن حاصل ضرب المتجه الأول دوت المتجه الثاني، بس بشرط تكون في كوساين الزاوية بيناتهم. أوكي. بالضرب النقطة طبعا إلى بعض الخصائص، أنه أنا إذا ضربت أي دوت بي هو نفس راح يطلع بي دوت أي، ما يختلف عندي بالتوزيع. أوكي. وكذلك هذه الأي دوت بي زائد سي، هنا أنا راح يصير عندي أي دوت بي، هاي ما يسمى بطريقة التوزيع، زائد أي دوت سي. هاي خصائص كلها معروفة مثل الأرقام، يعني التعامل مع الضرب النقطي هو مثل التعامل مع الأرقام الاعتيادية. طيب هنا عندي إذا ضربت متجهين، وهذا القانون الأساسي مالتهم، أي دوت بي فهو عبارة عن أي بي كوساين الثيتا. طبعا هنا الأي تاخذ القيمة مالتها، والبي ناخذ القيمة مالتها الماجنيتيود، ماجنيتيود وليس الاتجاه معا. فراح أصير هنا عندي ماجنيتيود أوف أي مضروب في ماجنيتيود أوف بي في كوساين الزاوية بيناتهم. طبعا من الحسابات المهمة بالسكيلر برودكت هو إيجاد الزاوية بين أي متجهين. فلإيجاد زاوية بين متجهين راح أضرب المتجهين ضرب نقطي تقسيم الماجنيتيود مالت المتجهين. راح ناخذ عليها إن شاء الله يعني أمثلة هواية. فقط هنا أريدكم تلاحظون أنه إذا ضربت وحدات المتجه مع بعضها ضرب نقطي، هنا العفو X Y Z. طبعا احنا هنا قلنا اكو وحدة متجه على الاكس تسمى بالاي، وعلى الواي نسميها جي، وعلى الكي على الزد تسمى بالكي. ذولا ايضا متجهات، الاي والجي والكي ذولا متجهات. لو ضربتهم ضرب نقطي او ضرب سكيلر، سكيلر برودكت، مثلا لو اخذت الجي، او العفو خلينا نبدا بالاي، اي دوت اي، حسب القانون الاي دوت اي هو عبارة عن قيمة الاي كقيمة عددية مضروبة في قيمة الاي كقيمة ايضا عددية مضروبة في كوساين الزاوية بين الثيتا، طبعا هذه بين الاي الاولى والاي الثانية. بما انه الاي هو وحدة متجه فقيمة تجد واحد، وهذا أيضا واحد في واحد، هذا أيضا قيمة تجد واحد، فراح يصير واحد في واحد واحد. ما هي الزاوية بين الـ I؟ يعني مثلا هنا لو عندي هذا الـ I الأول، عندي مثلا هنا متجه ثاني إلى أيضا وحدة متجه I، هنا الزاوية بيناتهم صفر، فكوساين الصفر جد واحد، فالـ I دوت I يساوي لنا واحد، وكذلك الـ J دوت جي ايضا يساوي لنا واحد، ايضا الكي دوت كي ايضا يساوي لنا واحد. لكن اذا ضربت الاي دوت جي، لاحظ انه الاي دوت جي قيمة العددية للاي هي واحد، والقيمة العددية للجي هي ايضا واحد، لكن راح يصير عندي هنا كوساين الزاوية بيناتهم اللي هي 90، يعني راح يصير كوساين 90. بما أن كوساين 90 صفر، فإذا الاي دوت جي صفر. وكذلك بقية المتجهات، إذا تلاحظون إذا ضربت الجي في الكي أيضا الزاوية بيناتهم قد 90، فأيضا راح تساوينا صفر، وكذلك الكي والاي أيضا الزاوية بيناتهم 90، فأيضا راح تساوينا صفر. فبشكل عام إذا ضربت المتجهات أو وحدات المتجه فيما بينها ضرب نقطي اي دوت اي يساوينا الجي دوت جي ويساوي لنا الكي دوت كي ويساوي لنا واحد. أما إذا ضربت الآي دوت جي هذا راح يساوي لنا الآي دوت كي ويساوي لنا جي دوت كي ويساوي لنا صفر.
هذا في حالة الضرب النقطي.